عارف الخلاصه يا استاذ حكيم او استاذ خالد يا كابتن بعد اذنكم، يعني مش اي حد يعرف يدير بالظبط، مش اي حد ممكن يعمل جدول مسابقات او عارف لوائح يعرف يدير منصب مهم زي منصب اتحاد الكوره. دي وجهه نظري وبلاش كبيره ولا لا، بس انا شايف ان اتحاد الكوره بقى له فتره كبيره في حاله من التخبط. اتحاد الكوره بيستني كلام او حاجات بتجيله من بره. المعلومه اللي عندي يعني ما اعرفش كلام استاذ حكيم، هو عنده اكيد مصادره، انا مصادري ان المعلومه جت ان بطوله كاس العالم هي اللي هيتم تاجيلها 4 ايام، وبالتالي الفرق اللي عندها افارقه في بطوله المنتخبات عندها افارقه في بطوله امم افريقيا هتخلص، واللعيبه عندها مساحه من الوقت. ليه؟ مونتيري المكسيكي عنده، منتخب المكسيك عنده 3 ماتشات في تصفيات كاس العالم، عنده كوستاريكا وعنده مش عارف بوليفيا بتهيألي وعنده بنما. ماتش بنما يوم 2 فبراير، وانت عارف فرق التوقيت بين امريكا واسيا وفرق ساعات بيولوجيه فرق كبير. فيوم ما هيلعبوا يوم 2 هيوصلوا الامارات يوم 4، وعندهم ماتش مع الاهلي يوم 5، فالناس دي برضو عندها مشكله. منتخب الامارات نفسه عنده ماتش مع ايران في تصفيات يوم 1 فبراير، يوم 1 فبراير بس وقتها لا وقتها كان الكلام كله على المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد الافريقي. انا عندي معلومه، انا عندي معلومه واتقالت للناس في قطر ان كاس العالم في التوقيت ده كلام كان على افريقيا، ما كانش على افريقيا، كان على افريقيا. اسمع في قطر، واللي عمل الازمه دي كلها وعرفتها حتى من مصدر كان يعني كان موجود معانا في قناه الاهلي هنا ودخلنا قلت لكم عليه، والراجل تاني يوم كان معانا عبر سكايب. الراجل قال ان لا ظروف تشيلسي، بتقول لنا مين؟ لا لا ما كان معانا، اتفضل ايه مدير رياضي دخل معانا سكايب في السادسه الراجل واتكلم اسمه تشينو باين ولا بالظبط، وقال ان تشيلسي ما عندوش فليكسبيليتي، ما عندوش مرونه ان هو ممكن ياجل كاس العالم. ما فيش وقت، لو اجلت انت عندك ارتباطات بعديها وعندك بطوله دوري انجليزي وقصه، فالموضوع هيبقى صعب في التاجيل. اللي وقف قصه التاجيل لحد دلوقتي تشيلسي الانجليزي، وهو الفريق الاقوى. تشيلسي الانجليزي اول ماتش عنده 22 22 ايه؟ يوم 22 فبراير دوري ابطال اوروبا اول ماتش ليه، ما عندوش مشكله خالص على فكره تشيلسي في الموضوع التاجيل. الازمه كلها ان الفيفا كان بيصدر المشكله عشان تاجيل بطوله امم افريقيا، ده خلاص الموضوع. طيب انت بتقول امم افريقيا، خلي بالك دي وجهه نظر مقنعه. اول ماتش لتشيلسي يوم 22 بطوله امم افريقيا، هذا انا عارف هتتلعب. طب ليه الاتحاد الدولي دلوقتي ما اجلش بطوله كاس العالم يومين او ثلاثه؟ الكلام كان جاي للناس، حتى وصل لبعض مسؤول النادي الاهلي ان في كلام هنحاول مع الراجل، او في كلام او في توجه ان بطوله كاس العالم نفسها تتاخر او تتاجل 4 ايام. اللي عايز اقوله ان احنا ممكن نستغل حاجه مهمه قوي دلوقتي. انا ليه ما يبقاش في كوميونيكيشن مع مسؤولي مونتيري، او في اتصالات مع مسؤولي مونتيري وفي اتصالات مع مسؤول الجزيره، وابتدي اقول يا جماعه بالظبط انا الظرف دلوقتي او احنا الثلاث فرق عندنا مشكله وارتباطات. ما انا بقول لك يعني خلص طبعا. ليه خلص؟ عشان التذاكر اتطبعت، التذاكر وليد بعتت للرعاه دلوقتي. لو حد نسى على الموقع لو الرسمي، انت اجلت الماتش اي حد حجز تيكت يرفع قضيه على الفيفا، لان انا بعد حجز التذكره بحجز فيزا، بحجز تيكت طيران، بحجز اقامه في ابو ظبي. الموضوع لا طبعا كل الناس حجزت الموضوع ده يا كابتن، خلاص الموضوع ده يعني قصه ترحيل البطوله ده الموضوع ده.